يواصل الجسر الجوي الكويتي إرسال المساعدة الإنسانية إلى السودان الشقيق مع تسيير طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية صباح اليوم محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية. وتعد دولة الكويت من أوائل الدول التي أولت اهتماما لظروف الراهنة في السودان واستجابت على الفور للواجب الإنساني عبر تقديم كل أوجه المساعدة والدعم للأشقاء السودانيين. طائرة عسكرية تابعة للقوة الجوية الكويتية أقلعت من قاعدة عبدالله المبارك الجوية وعلى متنها أطنان من المواد الطبية والإغاثية لدعم ومساندة الأشقاء في جمهورية السودان. في إطار الدور الإنساني والإغاثي لدولة الكويت تستمر رحلات الجسر الجوي للقوة الجوية الكويتية بالتعاون مع وزارة الخارجية وجمهورية الهلال الأحمر بحمولة تقدر بعشر أطنان من المواد الطبية والإغاثية بجمهورية السودان الشقيق. المساعدات الإنسانية تتكون من 10 أطنان من المواد الطبية والإغاثية تم إرسالها إلى الشعب السوداني الشقيق صباح اليوم من خلال الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان. الجهود الإنسانية التي تقوم فيها دولة الكويت بإغاثة الشعب السوداني الصديق والشقيق، حيث قمنا في كهلال الأحمر الكويتي بجسر جوي متكامل متتالي بمساعدة أشقائنا السودانيين في أزمتهم الحالية، حيث تم تحميل المواد الطبية والإغاثية، وهذه الرحلة السابعة للمواد الطبية والإغاثية سيكون المتطوعين مرافقين هذه الرحلة. ويذكر أن مجلس الوزراء قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان بالسرعة الممكنة. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.